كبرنا ببيت أمي بتطبخ وأبي بيطبخ كل يوم نعمل أكلة. بأوروبا صارت لي فرصة، هي صراحة قصة كتير كبيرة، كون طالب بهوريكا أكاديمي للطبخ، وكانت هاي فرصة أكتر من حلم، وقدرت يعني أنا أقدم الأكل السوري بطريقة حديثة للتقديم. فأنا حاولت يعني أعمل ميكس بين الأكل الغربي والأكل السوري بشكل عام، حتى يعني يستغربوا أنه معقول هيك أنه في أكل سوري لهالدرجة طيب وبيتقدم بهاي الطريقة. التحدي بحب هو انه كيف بدك انت توصل للاوروبيين، توصل اللقمة السورية لهم، كيف بدك توصل النكهة، كيف بدك توصل الفكرة. عندي فخر كتير كبير لما بقول هذا طبق سوري وبيستغربوا انه واو، يعني مستحيل التزيين وكيف طريقة التقديم وكيف الطعم. بحب اقدم الاكل السوري لسوريين لانه السوري عارفان شو طعمه وبيقول لك واو. اللي تعلمته أنا من أوروبا واللي قدرت أطور الشيء اللي تعلمته هاي التقديم وهاي الطريقة، هو بالأخير أنا بدي أنقله على بلدي سوريا. أنا بحب حمص وعشت بحمص وبحب الشام وبحب كل مكان سوريا.